متضررين اللي جرات عندنا هذه الشركه هذه عامين. شهر 3 نكملوا عامين ديال الطرد. 83-1 بين ليله وضحاها قالوا لنا الباب صافي، ما عندنا ما نديروا لكم، ما عندنا ما نعطيوكم. بغينا نتفاهموا معاهم زعما يعطيونا رزقنا، واخا ينقصوا منه شي حاجه بتفاهم على طاوله الحوار. ما بغاوش، قالنا راه جريوا طوالكم هكا، جريوا طوالكم. مشينا للقانون، لجأنا للقانون الحمد لله. القانون راه دار خدمته، المحكمه حكمات لينا، دوزنا الابتدائيه، دوزنا الاستئناف، ودابا راه داروا التنفيذ. ملي وصلنا للتنفيذ هاد الناس هادو ما بغاوش يحكم، ما بغاوش يعطيونا حقنا. وحنا اون في بارتي دو لا سوسيتي اونيفر موتورس جروب ميتون 10. كي علاش يقولوا لك حنا راه انتم ما ملي كنجيو لهذا المقر اللي تطردنا منه تيقول لك لا راه ما بقاتش الشركه هنايا اللي طرداتكم. الوغ كو نو اون في بارتي دو اونيفر موتورس. ها هو دابا بقى من مورايا، وها فيراري بقى مورايا، يعني حنا اون في بارتي دو ميتون 10. يعني خاصهم يديروا خدمتهم هاد الناس وينفذوا القانون، القانون اللي حكم بالصالح ديالنا ويعطيونا رزقنا. هادي عامين دابا وحنا كنتسناو، وتحكمت لنا المحكمة، حكمت لنا بالحكم ديالنا، وهاد الناس جا عندهم مفوض القضائي ورفضوا ليه، قالوا ليه بأنه هاد الناس ما خدامينش هنا، وحنا خدامين هنايا. ما عمرنا مشينا، هذه هي الشركة فين كنا، وهذه هي البلاصة فين خدمنا، فنينا عمرنا ديالنا هنايا، كله فنينا هنايا، ودابا ما بغاوش يعطيونا الحقوق ديالنا. حكمت لنا المحكمة وجا العون القضائي، جاب مفوض الأداء القضائي، قال لهم غتعطيو لهاد الناس رزقهم، ما بغاوش يعطيو لنا رزقنا. هذا المشكل من كوفيد. من كوفيد وحنا هكا عامين دابا، وحنا هكا بلا ما عطاونا حتى شي حاجه باش نعيشوا ولا والو. داكشي اللي كان عندنا قاضينا بقينا الله رحيم، ان الله غفور رحيم، والله يجعل سيدنا يشوف من هذا الشيء ويرحمنا وياخذوا لنا حقنا من هاد الناس هادو. المطالب ديالنا هو ناخذوا الحقوق ديالنا ديال عام ونص، وحنا مريحين، وجراو علينا الطر تاع السوفي، و42 عام ديال الخدمه من 81 وانا خدام، 76 واحد باش جراو علينا، وحنا بقينا هكاك من 81 وانا خدام هنايا، ودابا مراد. لو كان غير ما مراد، عندنا الاعصاب هنايا، وقعوا لي مرض الاعصاب هنايا. دابا عندي 1000 درهم في الشهر ديال الدوايات، والله يهديهم علينا. هادشي اللي غنقولوا اليوم، والله ينصر سيدنا.